بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم إسقاط طائرة يعتقد أن قائد فغنر كان في داخلها مع بعض قادة برضو من فغنر. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل الرجل قتل ولا لا؟ طب الرجل ده لو قتل مين اللي أسقط الطائرة؟ طيب أسقط الطائرة ليه؟ طب مصلحته إيه في الموضوع دوت؟ دي أسئلة كثير حول هذا الرجل الغامض اللي هو كان يعتبر إنسان لا شيء حقيقة، كل مؤهلاته إن بوتين وثق فيه فرفعه هذا المقام بخلاه قائد شركة عسكرية كبيرة. مقتل قائد فاغنر اللي هو بريغوجين يا إما فعلة داخلية روسية وعملتها المخابرات الروسية، يا إما إن المخابرات الأمريكية قدرت تعملها، والاحتمال التاني ده هو الأصعب حقيقة. الأرجح إن هي ضربة داخلية لهذا الرجل، لكن ما هو هدف الضربة وجاية إزاي وعشان إيه؟ ولسه في أمور كتير كمان، لأن مش الرجل هذا فقط هو اللي تم التخلص منه، اللي تم التخلص من حوالي 5-6 من قيادة فاغنر، وكمان تم التخلص قبل كده يعني قبل الحادثة ديت من حوالي 4 قادة روس، منهم 3 اختفوا ما حدش يعرف عنهم حاجة وغالبا هم في عداد الأموات، ومنهم واحد الوقت برضه مختفي لكن على الأرجح ان هو معتقل. الخلاصة يا ابو الشباب، الموضوع معقد والعمل مخابراتي، لكن هل هو مخابراتي يعني يتبع المخابرات الروسية وتخلصوا منه، ولا هل هو عمل مخابراتي يتبع المخابرات الأمريكية وتخلصوا منه؟ ده اللي احنا هنناقشه مع بعضينا، فركز معايا واوعى تنام مني. الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي. السؤال الأساسي هو هل تستطيع المخابرات الأمريكية فعلا ان هي تسقط طائرة رئيس الفاغنر هذا اللي هو بريغوجين في داخل الروس؟ يعني اعتقد هذا الموضوع صعب جدا، مش عايز اقول لك مستحيل، لكن يبقى يعني ممكن يحصل، وممكن يحصل بان امريكا يكون لها خلايا داخلية نائمة وضحت بيها او ضحت بجزء منها او ضحت بفرع منها وعملت العملية، لكن انا اقول لك انا استبعد الموضوع ده بشكل كبير جدا. انا اعتقد ان العمل هو عمل روسي. الخلاصة المخابرات الامريكية تتمنى ان هي تعمل حاجة زي كده، يعني اغتيال القائد هذا بل اغتيال القادة كلهم ان استطاعوا، لكن في الحقيقة من ناحية التنفيذ العملي صعب جدا بل مستحيل، لانه مفيش امكانية ان هي تدخل سلاح جوه روسيا، وحتى ما فيش إمكانية إن هي تسلط عليه حد مثلا عصابة أو كده جوه روسيا، لأن البلد جوه روسيا المخابرات الروسية يعني بتعمل تقارير شديدة جدا وقاسية جدا وصحية جدا، وما تنساش إن المخابرات الصينية كمان بتساعدها سواء بالنصح مرة أو بالرصد عن طريق الأقمار الصناعية مرة، يعني في أمور كثير. في البداية عايز اقول لك ان الحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها ديت، والطائرة وقعت الان ليها حوالي مثلا يوم او على الاقل خالص 20 ساعة، مفيش جثة للبريجوجين هذا او البريغوجين هذا، ما مسكولوش جثة حتى الان. وبعد كده قالوا ان في واحد من قادة فاغنر المقربين منه شاف جثة وتعرف عليها وقال ان هي بتاع ايه بريغوجين. طبعا انا اقول لك هذا الكلام فيه استهتار بعقلية الجمهور، لانه اصلا لو واحد من قادة فاغنر شاف الجثة وقال ديت لبريغوجين، فالمسألة الطبيعية انه يحصل له اختبار حمض نووي، واختبار الحمض النووي ده بيظهر في يعني دقائق او في اقل من دقائق، يعني ملهاش لازمة الحيرة وملهاش لازمة الرابكة اللي هم عاملينها ديت. النقطة التانية اللي عايزك تلاحظها يا ابو الشباب هو ان وزارة الدفاع الروسية للحظة اللي انا بكلمك فيها ديت يعني ما ذكرتش ان بريغوجين ضمن القتلى، وكمان اللي ذكر ان هم ضمن القتلى هي هيئة الطيران المدني. فخد بالك
يعني وزارة الدفاع وبوتين وكل العالم ديت لحد دلوقتي ما تكلموش بشكل رسمي عن ان بريغوجين ده قتل، غير ان بوتين بصفة شخصية تكلم بما يفيد ان هو بينعي بريغوجين وان هو بيمدح المواهب بتاعته وان هو بيقدم العزاء للعائلة بتاع يعني بتاع بريغوجين وكده، وبيقول عليه كان قائد وموهوب والكلمتين اللي انتوا عارفينهم دول. بس لحد دلوقتي مفيش كلام رسمي برضو. انا اقول لك بعيد بقى عن الكلام الرسمي والامور ديت، احنا عايزين نبحث وندور هذا الرجل من له مصلحة في قتله. وبعدين خد بالك البريغوجين هذا من كثرة التعامل مع المجرمين ومع المؤامرات بقى ثعلب كبير، يعني لم يعد طباخ بوتين كما كان يوصف، انما اصبح ثعلب كبير وبيتحرك بحذر شديد ومع الحذر ما بيعرفش غير المقربين، وكمان بيتفق على خط سير للطائرة وبعدين في اخر لحظة بيغير خط سير الطائرة، يعني رجل مش سهل ابدا. الخلاصة يا ابو الابطال، الموضوع ده بيفكرك بمسألة تنظيف الصفوف، وبيفكرك بالموضوع بتاع هتلر ومدام كوري اللي كانت بتتجسس على الجيش الالماني وكانت بتتجسس على الحلفاء في نفس الوقت. طيب هي ولا اهل مين؟ ولا اهل هتلر. طب كانت بتعمل كده ليه؟ ما كانت بتعمل كده عشان هتلر كان بيدور على الجواسيس داخل الجيش الالماني، وكان بيدور على اخطر من الجواسيس، مين هم؟ القادة اللي شخصيتهم ضعيفة ومستعدين يقعوا فريسة للنساء. وهتلر بقى كان لما بيمسك الناس دول كان ذكي، لما كان بيمسك جاسوس متلبس كان بيقتله وبيقول لك مثلا قتل في المعارك او كده عشان ما يستفزش ايه من حوله، لانه مش هيقعد يشرح كل شوية بقى الحكاية دي لمين وكده، ومش عايز يكشف المخططات بتاعته. ولما كان بيمسك حد من القادة مش متورط في التجسس لكن عنده استعداد، واحد يقول لك يا كابتن لطيف هو بيعرف ازاي هتلر ان ده عنده استعداد؟ هتلر بيعرف عن طريق مدام كوري اللي كانت مشغلة شبكة كبيرة جدا من الدعارة وبتسلط الجميلات على القادة، وبعد كده الجميلات نفسهم مدربات على ان هم يحاولوا يستفزوا القائد اثناء المسخرة بتاعتهم ويخلوه يشرب حتى الثمالة ويحاولوا يطلعوا منه معلومات. فاللي كان بيطلع معلومات صحيحة ده يا ابو الشباب كان بيتم عزله وحسب مدى خطورة المعلومات اللي عنده، لانه ممكن يقع فيها تاني، يعني كان ممكن برضو يقتلوه في نهاية المطاف. والقائد اللي كان بيصمد ده كان هتلر، يعني بيبقيه في مكانه، لكن كان مين هو بقى القائد الأفضل اللي هتلر كان بيدور عليه؟ هو القائد اللي كان بيدي للدائرة معلومات مغلوطة من ناحية، ومن الناحية التانية بيروح يبلغ عنها المخابرات الألمانية. ده بقى اللي كان هتلر يعني بيعشش دماغ هتلر زي ما يقول، يعني بيعبي دماغه، يعني هتلر بيجد ان ده انسان ثروة بمعنى الكلمة فبيرقيه وبيديله مناصب افضل. خليني ارجع لمقتل بريغوجين، وعلى فكرة ارجع واقول لك انه مقتله لم يوثق حتى اللحظة اللي انا بكلمك فيها. هيئة الطيران المدني قالت ان هو كان من ركاب الطائرة المنكوبة اللي اتضربت بصاروخ، ده يعني كلام هيئة الطيران المدني. وزارة الدفاع سكتة لحد اللحظة اللي بكلمك فيها، ما لهاش اي يعني تعليقات او كده. بوتين عزاؤه كان بشكل شخصي وليس بشكل رسمي، لكن هو الوقتي هم محتارين لان هم الوقتي يعني مخبين الجثة. طب الجثة فين؟ يعني تخيل انت حادثة لشخصية زي بريغوجين وعد عليها الوقت مثلا حوالي 20 ساعة، وانت بتسمع الفيديو يمكن عد عليها مثلا 25 ساعة، وتخيل ان هم مش لاقيين الجثة، او ان هم لقيوها متسترين عليها، او ان مفيش جثة اصلا والعملية كله لعب مخابراتي، او انه
زي ما هما بيقولوا اتعرف عليه واحد وقعدوا 20-25 ساعة ما يعملوش عليها اختبار الدي ان ايه اللي هو الحامض الوراثي او الحامض النووي، وهذا الامر ممكن يكشف الموضوع. فده بيديك انطباع ان المسألة مش واضحة وان هناك غموض وان الغموض متعمد، فدي لازم تحطها في اعتبارك. خليني اتعمق في النقطة الاساسية، هم ليه يقتلوا واحد زي كده؟ يعني بوتين لماذا يقتل شخص زي كده ان كانت الفعلة داخلية؟ ان كانت الفعلة داخلية فبوتين يقتل شخص زي كده، البعض هيظن عشان هو عمل تمرد قبل حوالي شهرين وكده وبعدين راح لبيلاروسيا. انا اقول لك انا قناعتي ان ما كانش تمرد، لانه اولا هو مش مجنون عشان يتمرد على بوتين، لانه عارف ان الجيش الروسي يطلع يسحق هو والقوات بتاعته بالطائرات ويعملوا عليهم تشويش، وكمان هو عارف ان كل الاجهزة اللي شغالة في يد قوات الفاغنر هي في حقيقة الامر اجهزة روسية وتصنيع روسي، يعني روسيا مسيطرة على الاجهزة الحساسة اللي فيها، يعني مثلا منظومة الدفاع الجوي يقدروا يعطلوها عن طريق السيرفرات، وبالتالي يبقى قوات فاغنر تحت مش تقدر تعمل اي حاجة، وبعد شوية لو دخلت في حرب مع الجيش الروسي بعد شوية هتلاقي نفسها متعطشة ومفيش امداد وكده. يعني هو مش عبيط باختصار. واحد ممكن يقول لي الاوكرانيين هيدعموه والغرب هيدعموه، اقول له قصة حزينة وليست سهلة، وان هم يدعموه وهو لسه في اقصى الشرق الاوكراني وقتها او كده مسألة شبه مستحيلة طبعا. فالخلاصة يا ابو الابطال، لما تيجي تنظر للموضوع بوتين لماذا قتل هذا الرجل، فالبعض يقولك عشان تمرد، انا اقولك التمرد كان بمؤامرة المخابرات الروسية. واكبر دليل على كده كمان انه بريغوجين ساعتها لما هرب راح فين؟ راح لجأ للوكاشينكو بتاع بيلاروسيا اللي هو كلب بوتين المدلل، يعني موقع لوكاشينكو من بوتين زي موقع السيسي كده من الامريكان، بل يمكن اسخم وادل سبيل كمان. فمش معقول ان بتاع بيلاروسيا هيروح يعني يوالي بريغوجين او يخش في موضوع توسط او كده عشان خاطر ان هو يعني يحمي فاغنر او يحمي واحد متمرد من فاغنر على حساب بوتين، مسألة مستحيلة طبعا. فالخلاصة التمرد ليس هو السبب، لان التمرد لم يكن حقيقيا، ودي قناعتي الشخصية. طيب هل هناك سبب ان بوتين يتخلص من بريغوجين؟ اقول لك بالتأكيد لو هو اللي عملها اذا له هدف في الموضوع. ممكن مثلا انا هحط لك افتراضات لكن محدش هيقدر يقطع لك بالموضوع. ممكن مثلا المخابرات الروسية نصحت بوتين بان هناك داخل فاغنر يعني نوع من التعاطف الشديد مع بريغوجين هذا، بعد بالذات بعد ما عمل عملية تمرد، وبعد كده شعر بوتين ان بريغوجين هذا ممكن يعني يكون شخصية قوية ويكسب ثقة الجنود بتوعه لدرجة كبيرة، وممكن يحصل تمرد حقيقي. ده اقول لك سبب غير كافي، لانه بعد كده ممكن بوتين يطلع بريغوجين يعتذر الف اعتذار وينزل وسط الفاغنر ويقول لهم اخطأنا ان احنا كنا عملنا التمرد ده في وقت حرب، ويعني ممكن يعمل حاجات كتير، وممكن يمسح بيه الارض وفي الاخر برضو يموته في وقت مناسب او كده. انا اقول لك ما تستغربش لو بريغوجين جاء لقيته مثلا طلع في افريقيا مرة تانية او كده، وما تستغربش لو انك لقيت بريغوجين في روسيا نفسها، وما تستغربش لو انه هو ليس بين القتلى، وما تستغربش ان هو يكون ما قتلش اصلا وعايزين يخفوه كشخصية وهيدوله اوراق تانية وهيروح يدير عمليات قذرة في اي مكان، في ليبيا ماشي، في النيجر ماشي، لان انتوا عارفين الوطيس بيحمى بشكل كبير. يعني ممكن يكون لفي اغتيال ولا يحزنون، ده كمان ايه تحطها في اعتبارك. في الحقيقة انا بدور على سبب يعني يكون قوي وكافي ان هو يخلي بوتين يقتل بريغوجين، مش لاقي في الحقيقة.
فلكن خد بالك، عايز الفت نظرك للنقطة، مش معنى ان انا مش لاقي سبب اذا ما فيش سبب. المقدمة صحيحة بس النتيجة خاطئة. ممكن يكون في الف سبب وسبب بس احنا ما نعرفوش لانها اسرار في داخلهم. فمن الحاجات اللي ممكن تفترضها، ودي هتبقى افتراضات على غير اساس بقى وعلى غير اسس، وانا ما بحبش الافتراضات من النوع ده. ممكن يكون بوتين اكتشف ان الرجل دوت مثلا تستر على القادة اللي هم كانوا هيغدروا ببوتين، وكان عنده معلومات اخفاها مثلا او كده. ممكن يعني ممكن حاجة زي كده تكون موجودة. ما هم الناس اكثر الناس ما عرفوش ان بوتين كان يعني تخلص من 4-5-6 قادة، وال4-5-6 قادة دول كانوا مهمين جدا. منهم واحد اظن بتاع قائد القوات الجوية، 3 منهم الصحف الغربية بتقول ان هم دول بالفعل ماتوا، وماتوا في ظروف غامضة، وفي واحد بيقولوا ان هو رهن الاعتقال. فخد بالك ان التغبيط في الداخل كثير جدا. فهو ما زلنا نقول انه بوتين ممكن يكون اكتشف شيء ما وتخلص من الرجل، مش لانه غدر وخان، لا، لانه بس مجرد انه هو يكون سكت على معلومات كانت عنده، والمعلومات دي بوتين يراها حساسة وما وصلهالوش في وقت مناسب، ووصلت لبوتين من ناحية تانية. وبتجميع الخيوط وجد ان بريغوجين كان يعرف وما قالش، دي كافي، ده سبب كافي جدا على فكرة عند الدكتاتور ان هو يقتل هذا الرجل وينسى كل الشغل اللي هو عمله له من قبل، بل يراه ان هو يعني ان هو انكر الجميل. يعني بوتين يرى نفسه ان هو رفع هذا الخنزير مقاما عليا، وبعد ذلك يا ابو الشباب هو يعني محفظ الجميل بتاع بوتين واخفى حاجات زي كده. ممكن يعني من هذا الباب ومن هذا التخبيط. وبرضو ارجع افكرك ان ممكن يكون هذا الرجل لمات ولا حاجة، وهيتحرك باوراق جديدة، ومش هيمسك موقع قيادي، ومش هيعرف عنه حاجة غير قادة فاغنر الكبار، سواء في النيجر او مالي او بوركينا فاسو او في الشرق الليبي او في السودان. يعني ممكن يتحرك في الاماكن ديت بشخصية تانية خالص، لكن لما يعرف، لما يوصل ويوصل لفاغنر القادة الكبار، هيعرفوا ان هو ده بريغوجين. ممكن دي برضو تحصل، يعني انا حطيتها لك من باب الاحتمال مش اكتر من كده. طيب اخش بقى على الاحتمال الاضعف، وهو ان امريكا او المخابرات الامريكية تكون قتلته. اول شيء، في دوافع كثير جدا عند المخابرات الامريكية ان هي تقتله، لانه اول حاجة قتل بريغوجين ممكن يؤدي الى حرب داخلية وحرب اهلية في روسيا عن طريق الفاغنر. ده من وجهة نظر الامريكان، مع الدعم الخلفي مع ويبدأوا يتحركوا. وحتى لو المحاولة فشلت، المخابرات الأمريكية مش هتخسر حاجة، وممكن قتله يهز الثقة بين أفراد الفاغنر، ودي حصلت بالفعل، ودي طبعا يعني ردة فعل سلبية جدا. وممكن قتله يكون له برضو مآرب وأهداف أخرى ما احناش عارفين نوصل لها. يعني ممكن يكون هو لعب على الأمريكان وغدر بيهم فعاقبوه بالقتل. ممكن حاجات كتير يا جماعة. خلوني أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.